وفي هذه الأثناء اعتقل الاحتلال فتاة فلسطينية بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بذريعة مهاجمتها جندية إسرائيلية، كما اعتقلت فلسطينيا في مدينة القدس الشرقية بعد أن أصاب مرشدة سياحية إسرائيلية بحسب الشرطة الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليل الماضية. وقال الجيش إن من تم اعتقالهم يشتبه في مشاركتهم في أعمال إرهابية وأحداث عنف في الآونة الأخيرة، وإنه تمت إحالتهم للتحقيق. وينضم إلينا من بلدة أبوديس شرقي القدس مراسلنا بشار الصغير، حيث تندلع هناك اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال. إليك بشار. خالد، أنا لا أسمعك بوضوح، لكن على كل حال أحداث هامة وكثيرة ومتلاحقة تحدث في الأراضي الفلسطينية ككل يوم. نبدأ من أهمها، إذ استشهد الطفل أحمد عوض أبو الربع 17 عاما بالقرب من حاجز الجلمة في جنين شمالي الضفة الغربية بحجة أنه طعن أو حاول طعن جندي إسرائيلي حسب الرواية الإسرائيلية، فإن هذا الطفل كان قد نعم. أردت أن أسألك عن المواجهات التي تدور في المنطقة التي توجد فيها أنت، منطقة أبوديس. بالضبط، كنت أنوي الحديث أو متابعة الحديث عن الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالشهيد، لكن على كل حال نتابع بالحديث عن ما يجري في مكان تواجده الحالي. كما ترون حاليا نحن في محيط جامعة القدس في بلدة أبوديس في القدس. الأطر الطلابية في داخل الجامعة كانوا قد دعوا اليوم إلى تنظيم مسيرة ضد ما اعتبروه جرائم يومية وإعدامات يومية للاحتلال، الأمر الذي أيضا يتزامن مع ذكرى 98 لوعد بلفور، أي الوعد بإقامة وطن لليهود على فلسطين. كما ترون الآن ورائي هذه المسيرة والطلاب وغيرهم من أهالي البلدة كانوا قد انطلقوا باتجاه الجدار الفاصل المبني عند قبالة جامعة أبوديس، حيث الآن كما ترون ورائي توجد مواجهات. هذه المواجهات تثور حينا وتهدأ حينا آخرا، كما قام شاب ورائي أيضا بضرب بالمعول وبالفؤوس الجدار الفاصل. حتى هذه اللحظة لا توجد إصابات، لكن من المتوقع أن تقوم قوات الاحتلال بالوصول إلى هنا وبإطلاق النار والغاز المسيل للدموع والغاز المطاطي على الشبان المتواجدين هنا في أي لحظة. شكرا لبشار الصغير مراسلنا، كنت معنا من أبوديس شرقي القدس.